الآن مباشرة مع السيد حسين خلدون، عضو المكتب السياسي لحزب وحدة التحرير الوطني. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذن سيد حسين خلدون، وما سمعتم إلى تصريح أو كما قال السيد الأخضر بن خلاف أنه مع تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لن يغير شيئا من مسار ونزاهة الانتخابات. لا أعلق على ما جاء على لسان الأخ الأخضر بن خلاف، دعني أقدم موقف حزب جبهة التحرير الوطني. يعني هل تعتقدون أن السيد عبد الوهاب دربال سيكون ربما بتعيينه في هذا المنصب سيكون له أثر إيجابي على مسار الانتخابات؟ طبعا قبل ذلك أختي، دعيني أقول بأن الاختيار السيد رئيس الجمهورية لشخص الأستاذ عبد الوهاب دربال من الناحية السياسية هو اختيار صائب، ذلك أن الاقتراح اسم الأستاذ دربال لقي قبولا بالإجماع من طرف الأحزاب السياسية، بدليل محدثك منذ قليل كان يقول المشكل ليس في شخص الأستاذ عبد الوهاب دربال، والأستاذ عبد الوهاب دربال شخصيا صديق وزميل سابق منذ كنا أساتذة محامين، ثم تدرج وأصبح برلماني ثم وزير، واشتغلت معه حتى في الوزارة لما كنت مستشارا مكلف بالشؤون التشريعية، ثم خاض أيضا تجربة أخرى كدبلوماسي في الخارج. الآن الأستاذ عبد الوهاب دربال لا غبار على كفاءته ويعني استقامته وشخصية، يتميز بأنه رجل رزين يعني، ورجل يسمع يعني، ومنفتح على كل الإخوان. هذا من ناحية سياسية سيد رئيس الجمهورية أصاب في الاختيار. يبقى الآن من ناحية القانونية أيضا أثر تعيين الأستاذ عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أنا أعتقد في تقديري أنه إحاطة أيضا بملف الانتخابات في الجزائر من حيث ضمان الشفافية وضمان يعني نزاهة الانتخابات، لأن هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ب 410 عضو ستنتشر طبعا، وستكون لها امتدادات على مستوى الولايات وعلى مستوى حتى البلديات، والعملية تاع ضمان نزاهة الانتخابات هي عملية يسأل عنها الأحزاب السياسية، يعني الأطراف التي ستشارك في الانتخابات لها دور كبير أكيد. في ضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات. يبقى الأستاذ عبد الوهاب دربال صحيح كرجل على مستوى الجزائر العاصمة، وتبقى الهيئة بالتعداد اللي تتوفر عليه هذه الهيئة، هي محايدة ومستقلة وستستمع إلى كل الانشغالات نتاع الأحزاب السياسية، عكس ما كان سائد فيما مضى. الأحزاب السياسية هي من تتحول إلى يعني مراقب للعملية الانتخابية، ومع ضعف الإمدادات أو ضعف الإمكانيات التي لا تتوفر عليها بعض الأحزاب. أنا كنت سبق لي وتكلمت على هذا الموضوع، عندنا حوالي 60 مركز، 60 ألف مركز، أو عفوا 60 ألف مكتب تصويت عبر الوطن، هناك أحزاب سياسية لا تستطيع أن تغطي هذه المكاتب، وبالتالي الأحزاب يعني لازم تكون هناك استراتيجية محكمة من أجل تغطية كل هذه المكاتب والاستشراف عليها. طبعا نعم طبعا. السيد حسين خلدون، يعني أنتم كحزب أغلبي، يعني ما هو الضمان الذي تقدمونه اليوم للشعب الجزائري أو للأحزاب من أجل ضمان انتخابات نزيهة؟ والله سيدتي دعني أكمل فقط ومشكور على هذا السؤال، لأنه تكلمت على الناحية السياسية، ثم الناحية القانونية، خلينا الآن نتكلم على الناحية المعنوية والنفسية. أنا ألاحظ بأن الأحزاب السياسية مرتاحة يعني مطمئنة، بدليل أنه نشاطات جل الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع المنصرم كلها خذت مواقف جديدة، يعني المشاركة في الانتخابات هذا دليل على أنه هناك طمأنينة، هناك ارتياح اولا بالنسبه للشخص الاستاذ عبد الوهاب دربال، ثانيا بالنسبه للاراده السياسيه اللي عبر عنها السيد الرئيس الجمهوريه المجاهد عبد العزيز بوتفليقه، وكذلك التجاوب كل الطبقه السياسيه موالاه ومعارضه من اجل ان تكون الاستحقاقات القادمه يعني تجربه اولى، يعني هو تمرين، يعني لانه الماده اللي جات في الدستور وما طبقتش اول مره راح تكون تطبق على الميدان، وبالتالي ما نحكموش، ما نديروش الاحكام المسبقه، فلنذهب مع بعضنا البعض، فلنضع اليد في اليد
من اجل ان لا يحدث التزوير هذا الذي كان يعتبر شبح كل عمليه انتخابيه وشو حتى صوره البلد يعني امام الخارج. فنكون نحن كاحزاب سياسيه قبل ما نتكلم على الهيئه نتاع الاستاذ عبد الوهاب الدربال، ماذا يمكننا نحن كاحزاب سياسيه ان نقدمه لهذه الهيئه حتى تستطيع الهيئه يعني ان تنج او ان تقوم بمهمتها على اكمل وجه. نظن انا ندائي في جبهه التحرير الوطني نقول سننجح اذا ما وضعنا اليد في اليد ومشينا مع بعضنا البعض وبنيه يعني صادقه مخلصه بدون اتهامات مسبقه. ان شاء الله سنوفق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك.